أهلا وسهلا في نشرة تعليمية على قناة مدرستنا 3، والبداية بأهم وأبرز العناوين. التربية والتعليم تعلن استلام العمل بمسابقة المعلمين الجدد العام الدراسي الجديد، و26 ألف تقدموا للتعاقد حتى الآن. وزير التربية والتعليم: المنافسة بين طلاب الثانوية العامة ليست على الدرجة النهائية، ولا يوجد شيء اسمه الامتحان صعب أو سهل. غدا امتحانات الجيولوجيا والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع. طالبة مصرية تفوز بالمركز الأول في البكالوريا الدولية على مستوى العالم. استلام العمل بمسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد. النهاردة هنبدأ أخبارنا من مسابقة المعلمين الجدد، مسابقة 30 ألف معلم مساعد اللي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤخرا لشغل وظيفتي معلم رياض أطفال ومعلم فصل، واللي بتعتبر عودة لمرحلة تعليمية جديدة المدارس كانت في أمس الاحتياج إليها. المسابقة زي ما حضراتكم متابعين بدأت في 2 يوليو وتستمر للتقديم فيها إلكترونيا فقط على موقع بوابة الوظائف الحكومية لحد يوم 24 يوليو الجاري. آخر وأهم التصريحات اللي تخص المسابقة كانت للدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قال فيها إن المعلمين الجدد اللي هيجتازوا الامتحانات والاختبارات هيستلموا العمل مع بداية العام الدراسي الجديد، وقال كمان إن العضو اللي هيتم اختياره للعمل في المكان اللي تقدم عليه وفق ما هو ثابت في بطاقة الرقم القومي مش من حقه طلب النقل قبل مرور 5 سنوات على الأقل من التعاقد، لأن الهدف من المسابقة هو سد العجز في الاحتياجات الفعلية للمدارس وضمان الاستقرار الوظيفي بكافة المديريات والمحافظات. وأكد كمان إنه مش هيتم قبول أي مؤهلات غير المحددة في إعلان المسابقة، اللي جاءت مناسبة جدا في توقيتها مع قطار التطوير في المنظومة التعليمية الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد خلال 5 سنوات. تعالوا نشوف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال إيه عن المسابقة ونرجع نستكمل باقي أخبارنا. احنا النهاردة بنتكلم على المرحلة الأولى من 5 مراحل على مدار 5 سنين لمسابقات المعلمين المساعدين. دي أول جولة، أول مسابقة ل 30 ألف من المعلمين المساعدين. الفلسفة بتاعت الفكرة، احنا عملنا جهد ضخم جدا بالتعاون مع جهاز تنظيم والإدارة الحقيقة في إعداد خريطة لم تكن موجودة، دي أول مرة تبقى موجودة بهذه التفاصيل للعجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية وعلى مستوى المادة وعلى مستوى السن. يعني بنتكلم على عجز تفصيلي جدا جدا جدا. العمل ده عمل ضخم جدا، هو اللي خد الوقت كله اللي وصلنا للنقطة دي، وتم عرضه على دولة رئيس الوزراء وتم التشاور بشأن هنبتدي منين وهنمشي ازاي والأربع خمس سنين الجايين هيحصل فيهم ايه. فالفلسفة بتاعت الجولة الأولى إن إحنا نقضي تماماً على العجز في رياض الأطفال. بداية الجولة دي هي القضاء على العجز بنسبة 100% في معلمي رياض الأطفال حول الجمهورية. ثم بعدها نبتدي نتكلم على معلمي الفصل للسنوات الثلاثة الأولى. الهدف أو الفلسفة هنا إنه أهم سنوات في تكوين الطفل هي دي، هي السنوات من رياض الأطفال وإحنا طالعين، وبالتالي أفضل المعلمين وأكثرهم تدريباً وخبرة يجب أن يتواجدوا في هذه المراحل، وعشان كده مش عاوزين المراحل دي تتعرض لأي مطبات. طيب، زي ما حضراتكم شايفين التسلسل بتاع الخطوات، طبعاً توجيه فخامة الرئيس بدراسة الاحتياجات المبنية على خريطة عجز المعلمين، قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية علشان نحقق في ضوء البيانات اللي تبادلناها الحقيقة معهم من كل الإدارات التعليمية، التنسيق بين أجهزة كتيرة في الدولة، وزارة التربية والتعليم طبعاً، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز مركزي للتنظيم والإدارة، كلنا اشتغلنا عشان نحط التكلفة المالية دي في الاعتبار. وبنشكر طبعا زي ما الدكتور صالح قال وزارة المالية والتخطيط والبرلمان المصري على أخذ هذه التكلفة في مشروع الموازنة العامة الجديد. ده هيحصل سنة ورا سنة لحد ما نتمم 150 ألف معلم.
26,000 تقدموا لمسابقة المعلمين الجدد، والتربية والتعليم اجتياز الامتحانات والتدريبات شرط القبول. أما بالنسبة لآخر إحصائيات عدد المتقدمين لمسابقة المعلمين الجدد بعد 12 يوم من فتح باب التقديم، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لبوابة الوظائف الحكومية اللي بتستقبل طلبات المعلمين، وذلك في آخر تصريحاته، إن عدد المتقدمين بلغ 17,284 متقدم لوظيفة معلم فصل و 9,089 متقدماً لوظيفة رياض أطفال، بإجمالي 26,373 متقدماً. وفيما يخص توزيع وظائف المسابقة على المراحل التعليمية، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15,187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد وظائف معلم فصل 14,813 وظيفة. وأشار إلى أن الجهاز هيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وهيقوم بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم للعمل بها على مستوى باقي المحافظات تباعاً. الدكتور صالح الشيخ أكد كمان أن اجتياز الامتحانات والتدريبات شرط للقبول بالمسابقة، بحسب ما شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الامتحان هيكون في عدة محاور، أهمها الكفايات السلوكية والكفايات اللغوية والكفايات التكنولوجية والمعرفية، إلى جانب اختبار الكفايات التربوية واختبارات التخصص. وزير التربية والتعليم، المنافسة بين طلاب الثانوية العامة ليست على الدرجة النهائية، ولا يوجد شيء اسمه الامتحان صعب أو سهل. وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة اللي تم استئنافها بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، كان للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعض التصريحات الهامة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أكد فيها أنه مفيش حاجة اسمها امتحان صعب أو سهل، وأن المنافسة بين طلاب الثانوية العامة ليست على الدرجة النهائية، وإنما هي منافسة بين الطلاب وبعضهم البعض على من يحصد أعلى من زملائه. وقال إنه لما بيتم التصحيح فإن الدرجات بيتم توقيعها على منحنى بقياس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض. فعلى سبيل المثال، الأول إذا حصل على 70% فإن درجة 65% تعتبر ممتاز بالنسبة والتناسب، وهكذا. الدكتور طارق شوقي كمان قال إن التنسيق الجامعات بيتم حسابه بما نقدمه نحن في التربية والتعليم من درجات إلى التعليم العالي، وبالتالي لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة، ولكن على أن يكون الطالب في نسبة 10% العليا من الطلاب، وهذا لا يستطيع تقديره الطالب أو ولي الأمر من خلال رؤيته الشخصية، وإنما يظهر للمختصين بعد رصد الدرجات. وتمنى الدكتور طارق شوقي عدم تداول عبارات مثل ابني منهار، الامتحان صعب أو الامتحان سهل أو الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لأن كل ده على حساب تعبيره أو على حسب تعبيره قضايا فنية بحتة. الدكتور طارق شوقي طالب الجميع بتشجيع الأبناء على الاجتهاد، وقال إحنا عايزين نشجع الطلاب إنهم يبذلوا أقصى جهدهم وما يحكموش مثل الماضي بالقياس على حل جميع الأسئلة أو تقفيل الامتحان، لأن الأمر ده ما بقاش علمي ومش ممكن يحدث في النوعية دي من التقييم. التربية والتعليم، الإعادة في الثانوية العامة في مواد الرسوب فقط. كمان كان في توضيحات مهمة لوزارة التربية والتعليم، أكدت فيها أن الطالب اللي هيرسب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام هيعيد في العام الدراسي المقبل في المواد التي رسب فيها فقط، وده معناه أن الطالب مش هيأدي الامتحان العام المقبل في جميع مواد الثانوية العامة، وإنما في المواد اللي محققش فيها نسبة النجاح هذا العام. وزارة التربية والتعليم أكدت كمان أن اللي رسب هذا العام هيؤدي الامتحان العام المقبل في نفس المواد، ولكن بالدرجة الكاملة للمادة وليس 50%، يعني الطالب اللي هيدخل الامتحان والدرجات اللي هيحصل عليها هتضاف إلى مجموع الكلي. وكمان الطالب اللي قرر تأجيل العام الدراسي الحالي للعام المقبل هيستفيد هو الآخر من الدرجات الكاملة في جميع المواد. غدا امتحانات الجيولوجيا ورياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع. وعلى صعيد الامتحانات، أدى النهاردة طلاب مدارس الثانوية العامة للمكفوفين الامتحان في مادة التاريخ ورقة أولى بعد انتهائهم من أجازة عيد الأضحى المبارك. وحرص الدكتور رضا حجازي النائب رئيس عام الامتحانات على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية
للإطمئنان على سير العملية الامتحانية واللي صارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات أو شكاوى. كمان هيؤدوا طلاب الثانوية العامة بكرة الأحد الامتحان في المواد الأساسية في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علم علوم، ومادة الرياضيات البحتة لشعبة علم رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. وهيؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ ورقة تانية، وطلاب مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الفيزياء. وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحان، وشددت على المراقبين بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء من الامتحان، لأنه غير مسموح لهم الخروج به من اللجنة. طالبة مصرية تفوز بالمركز الأول في البكالوريا الدولية على مستوى العالم. نختم نشرتنا بخبر مبهج، خبر يفرح بجد. الخبر بيقول إن الطالبة الأولى في شهادة البكالوريا الدولية على مستوى العالم مصرية، وأنها من المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد. تفاصيل الخبر بتوضح إن نتيجة الدبلومة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ظهرت، وحصل معظم الطلاب على درجات عالية، لكن الطالبة يارا حمادة حصلت على الدرجة النهائية في برنامج الدبلومة الدولية IB على 45 درجة، وهي الدرجة النهائية في نظام البكالوريا الدولية، وهي الطالبة الأولى في الشرق الأوسط بل في العالم اللي بتحصل على هذه الشهادة بالدرجة النهائية، وهي مقيدة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد. وطبعا ده شيء مشرف جدا ويدعو للفخر، لأن المدارس الدولية دي مدارس حكومية وهي الأولى من نوعها في مصر، وتتبع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإشراف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. وكانت معظم نتائج الطلاب المصريين مبهرة، وتعتبر شهادة نجاح لهذه التجربة الجديدة. والجميلة أن الطلاب الخمس الأوائل حصلوا على درجات متقاربة. الأولى هي الطالبة يارا حمادة 45 من 45، وزميلتها سلمى مهدي 43 من 45، ومحمد عبد الرحمن 42 من 45، ويوسف أحمد 41، ومحمد جمال 40. معنا على الهاتف يارا حمادة الطالبة الأولى في البكالوريا الدولية على مستوى العالم. بنرحب بك يا يارا. زي حضرتك يا حمد. أنا عارف إنه الآي بي على مستوى العالم هذه الأرقام لم تحدث من قبل، 45 من 45 ما حصلتش في أي حتة على مستوى العالم، تقريبا على مستوى 56 أو 57 دولة بتدرس هذا النوع من التعليم في العالم، مظبوط؟ هي يعني نادرة جدا، هي 1% تقريبا على العالم بيجيب 45. قولي لي بقى 45 من 45 إزاي وصلت للرقم ده، خصوصا إنه برضه عشان نعرف السادة المشاهدين إن أنت بتدرسي تقريبا نفس المواد اللي بتدرسيها في الثانوية العامة لكن بتاخديها بنظام الاي بي، وضحي لنا اكتر وازاي وصلتي للنجاح ده. هو النظام بشكل عام هو مبني على 3-6 مواد دراسية عادية جدا، بس الفرق ما بينها وما بين اي نظام تاني انه في 3 مواد تانيين دول هو الهدف الاساسي بتاعهم تكوين شخصية الطالب او تهيئة الطالب للعالم الخارجي اللي هيخرج له بعد كده، هما الـ TOK والاكستندد اسي او المقالة المطولة والكاس. الكاس ده هو عبارة عن أنشطة في 3 مجالات حياتية لازم نشتغل فيهم، نشتغل فيهم على مدار السنتين، فده شوية بيحقق التوازن ما بين الدراسة وما بين الجانب الحياتي للإنسان الطبيعي، يعني عشان نحقق التوازن ونقدر نواصل السنتين. برضو المقالة المطولة والTOK المادتين دول هم بشكل أو بآخر بيحضرونا شوية للمجال الأكاديمي والأبحاث وكده، ده طبعا بالإضافة للأبحاث اللي بنعملها في كل المواد الأساسية لازم نجيب فيها درجات ونسلمها عشان نعدي المواد يعني. فهو كنظام لا هو بيحضرنا فعلا مستقبل حلو قوي، بيحضرنا دي إنه بيهيئك إنك تطلعي للعالم الخارجي جاهزة. حلو قوي، أنا خدتها من كلامك. تاني حاجة وأنا حابب تشرحها للسادة المشاهدين، المدرسة أنا عارف إن هي من 7 سنين بس، يعني انت حولتي من بره من مدرسه حكوميه او مدرسه خاصه للنظام ده من التعليم، ليه حولتي رقم واحد، ولما دخلت ايه الاختلاف الكبير بينه وبين نظام التعليم اللي كنت موجوده فيه، ويا ريت تقولي لنا كان هو ايه. تمام، هو انا في بدايه حياتي كنت امريكان دبلومه، بس الظروف قعدت سنتين من منهج مصري، فطبعا الوضع ما كانش عاجبني قوي، يعني برضه منهج مصري معتمد بشكل عام على الحفظ وكده، لكن المناهج التانية فيها بتعتمد على الفهم بشكل اكبر او بشكل كبير يعني.
لكن فكرة الاي بي ان انا اروح الاي بي فكانت حسيت ان هي حاجة هتكون اقرب شوية للامريكان كده. بس طبعا يعني لما دخلت المدرسة لقيت ان هي حاجة مختلفة تماما، ان هي بتشتغل جانب اكاديمي وقوي جدا، يمكن اصعب حتى من الاي دي والامريكان ويمكن حتى المنهج المصري، بس هو بيشتغل على حاجات جوه الطالب مختلفة محدش بيركز عليها. يعني بتفرق زي يعني إيه؟ الطالب بيعرف ان هو ينظم وقته ما بين الحاجات المختلفة، ويمكن احنا كدفعة اولى فالدنيا كانت صعبة معنا شوية وكده، فيعني تعلمنا الموضوع ده جدا. برضو ان الطالب بيبقى ريفلكتيف وبيعرف ان هو يبص لحاجة باكتر من وجهة نظر، مش بس وجهة نظر واحدة وبس، بيبقى برضو شوية متفتح وبيتقبل الاراء الاخرى وكده. فبتشتغل حاجات كتيرة وسمات كتيرة في الطالب يعني مهمة في العالم اللي احنا عايشين فيه. احساسك ايه بعد ما نجحتي تقريبا في العالم كله بـ بـ يعني في الاولى على مستوى العالم تقريبا السنه دي؟ اكيد فرحانه جدا، واكيد يعني مش هنسى ان ده كله بفضل ربنا واللي جعل المدرسين عندنا والاداره بشكل كبير كانوا سبورتيف جدا، كانوا هم يعني من ضمن الاسباب الكبيره والاساسيه ان احنا كلنا نوصل لده، لانه النظام جديد في نسبة كبيرة جدا من المدرسين بتوعنا من وزارة التربية والتعليم، فعملية انتقاء أصلا المدرسين دي عملية صعبة جدا، وعملية المدرس يتعود على النظام، فدي كانت حاجة يعني صعبة جدا على المدرسين كلهم، كانت حاطة ضغط، وإحنا ده كان شوية بيحفزنا. ف يعني شفنا مجهود المدرسين بجد معانا بكل حاجة، فكانوا بجد يعني داعمين لينا. أسمى كانت فخورة وهي بتقرأ الخبر، وإحنا الاثنين فخورين بصراحة وإنت بنقرأ الخبر، لأنه إحنا دايماً الثانوية العامة بعبع بعبع في مصر. لما واحدة لما واحدة مصرية بنت مصرية تنجح وتوري العالم كله إنها بتدرس المواد اللي في الثانوية العامة وبتدرس المواد اللي بره وبتتفوق على كل العالم، لحاجة عظيمة جداً. أسمع عايزك تتكلم معاكي كمان. طبعا يا يارا ده شيء مشرف بجد يعني جدا، وفرحانين وفخورين بيكي جدا، وبجد بجد يعني ألف مبروك. أنا بشكرك إن أنت كنت معانا، وبتمنى تكوني قدوة لكل الطلبة، ويا رب التوفيق وكل التوفيق لكل طلابنا. وبكده تنتهي نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نلتقيكم ونشرات جديدة في أمان الله. في أمان الله.